بيناتنا ما بنكون اهل انه نقول نحن مواطنين لبنانيين اذا ما كنا فعلا عم نشوف شو في حولنا ونكون نحن مواطنين فاعلين بمجتمعنا. اليوم كل الشباب والصبايا صاروا عم يتوجهوا بهالاطار عائلي بالفكر، ولكن كمان في شباب وصبايا عم يتوجهوا بهالاطار عمليا على الارض. اليوم معنا بالاستوديو نور عباس، اهلا وسهلا فيكي، ومعنا تينا عيسى كمان من الليسي طرابلس. ومثل ما بتقول نور، تتحس حالها انه فعلا لبنانيه قررت انه لازم تعمل شيء حولها بالمجتمع الفقير يلي المفروض انه بيعيد الانسان العيد بفرح او ب يعني حاله على القليله ماديه نوعا ما منيحه، ولكن حاسه انه حولها بطرابلس في كثير من الفقر والعيد ما رح يكون يمرق حلو على كثير من الناس، فقررت انه تعمل شيء. اهلا وسهلا فيكم مره جديده. حلو كثير نور هاللي قلتي لي قبل شوي انه تحس حالي فعلا لبنانيه كانه تستاهلي انه يكون اسمك لبنانيه لازم تعملي شيء، كيف اجت عندك هالفكره؟ كان في روبرتاج على التي في وكان الوضع ما كثير منيح، فكنا عم يحكوا شباب طرابلس الوضع ما كان منيح ابدا، ف وساكنين حدنا يعني، فقلت انه شفت انه بتاني شارع في حاله اقتصاديه كثير صعبه ومزريه. ايه، وقلت انه ما حدا عم يطلع فيهم وهن لبنانيين مثلنا وساكنين حدنا، يعني انه نحن لازم نساعدهم لانه فكان قرار انه لازم تعملوا شيء. هون نور حكيت معكم انتم الاصحاب الجروب يلي عم تتجمعوا يمكن تتدرسوا او عم تتجمعوا لتتسلوا بالفرص او تيكون عندكم نشاطات سوا. هالمره النشاط يلي اقترحته عليكم نور تينا كان مختلف. ايه، كنا عم نحكي انه كيف نحن قاعدين بالصف وعم نحكي، وقالت لنا انه شافت على التي في ريبورتاج وانه على بالها تساعد. فانا كنت من كم يوم سامعه بالصليب الاحمر انه عم يعملوا بروجي وبيجمعوا اكل، فقلت لها انه ليه ما بنساعد كل الشمال وبنصير نجمع اكل للكواروج وهي وتياب للمحتاجين بطرابلس، ورانا نقترح الفكره على المدرسه. هون انتم يعني بالترمينال، ولما قررتوا انه تعملوا هالشيء او تقترحوا الفكره ما اقترحتوها بس على اصحابكم، قررتوا انه تكون كل المدرسه عم بتشارك، بس هون كان لازم يكون في خطه عمل لتقدموها لاداره المدرسه لتقنعوها انه انتم قادرين انه تكونوا عم تعملوا هالشيء ويكون عندكم كنترول على كل هالموضوع. شو كانت خطه العمل تبعكم؟ اول شيء بلان. هلا هي المدرسه الاداره بتشجع كثير التلاميذ يعملوا بروجيات دي اكسيون هيومانيتير، فقلنا انه نروح نشوف الصغار تلاميذ اصغر وحدين تنفسر لهم انه ليه عم نعمل هالبروجي. ووزعنا وراء للاكبر وكل واحد جاب انه في تلاميذ كمان جابوا كل يوم يعني كثير هيك سو سون انفستي انورميمون والاداره يعني شجعتكم. تينا كنت عم تقول لي شوي قبل الهواء انه انا كنت عم شوف اذا الاداره دغري يعني قبلت بهالفكره، بالنسبه لك كنتوا اكيدين يعني ثاني عم بتقدموا فكره اكيدين انه رح تقبل فيها اداره المدرسه، لانه مثل ما عم تقول نور بتشجع هالنوع من المبادرات. نعم، يعني من نحن وصغار بيعلمونا، وبالسجون بنعمل حتى كل جروب لازم يعمل شيء سيتوينتي، بروجي دو سيتوينتي، فيعني يعني كل شيء نحن بالمدرسه بنكون تكبروا على هالفكره، فكره المواطنيه لازم يستحقها الانسان. نعم، فرحنا يعني اول شيء رحنا عند المدير لناخذ الموافقه تبعه، ما قالنا لا ابدا دغري، بالعكس شجعنا وقالنا انه على كل المدرسه، وحتى يعني كتب هو كل امو للاهالي لي يبعثوا مع اولادهم تتكون الشغله كريديبل اكثر ويكون يعني المدرسه هي يلي راعيه هالموضوع. نور مثل ما فهمت عليك، فاذا توجهتوا لكل صفوف وكل صف توجهتوا له بطريقه مختلفه عن الثاني حسب العمر، خبرينا شو عملتوا. رحنا كان في عندنا ساعه فراغ ورحنا انا وتينا وايريس بوداهر كمان بالجروب، رحنا على الصفوف الصغار تلاميذ صغار و فسرنا لهم انه شو عم نعمل وليه ومين حنساعد، وهلا خصوصا قبل العيد، ف
والطقس عم يبرد كتير فصرنا له نلاقوا كتير كتير يعني كانوا منيح واستجابوا كانت يعني من ساعدونا كثير اكثر شيء ساعدونا هن الصغار الصغار يعني قدروا تجاوبوا اكثر شيء من الطريقه يلي انتم حكيتون فيها يعني ما اكتفيتوا بالورقه يلي رح تروح عند الاهل ليش؟ لانه قلنا يمكن يمكن الولد ينسى يعطيها لامه او انه هو يمكن امه تفهم بس هو يمكن ما يفهم فحبينا بس انتم كانه رهنتوا على الصغار اكثر وطلع رهنكم صحيح انه راح يكونوا عم يتعاطفوا معكم اكثر قلنا يمكن اذا بنفسر لهم بيصيروا هن بيحسوا يعني فسرنا لهم انه انتم عايشين مرتاحين بس في غيرنا محتاجين انه هلا الطقس برد وعايزين وهيك الولد بعمر معين بس يصير في فكره مقتنع فيها واضحه له ما بيقعد يتخلى عنها اكيد هيدا يلي صار فاذا الصغار اكثر هن يلي ساعدوكم ويعني كانوا عم يتجاوبوا والاكبر الاكبر كمان بس انه ما كنا عايزين نفسر لهم هن كبار وبيعنوا بيعرفوا منيح شو معنى يساعدوا المحتاجين الصغار كنا حابين انه نروح نشوفهم تيقتنعوا تيعرفوا ليه عم نعمل هيك مش انه عم نعطي تياب واكل بس انه يلا خلص هالفكره فاذا موجوده عندكم كتلاميذ بالليسي طرابلس الفكره موجوده ولكن المبادره مش دائما موجوده انكم تعملوا مبادره من هالنوع وتكونوا انتم مسؤولين عنها ما يعني شكلت شوي يمكن عند اصحابكم انه ليه ما عم تعملوا نشاط ثاني او ليه عم تهتموا بهالشيء بالتحديد ما استسخفوا الموضوع او هو في من يعني مش ما كنا عم نقول الإدارة كتير بتشجعنا نعمل بروجيات وهيك ومن السكوند نبلش نعمل بروجي سيتويان كان أمر طبيعي؟ ايه كان أمر طبيعي خاصة هالسنة يعني بيشجعوا قد ما فيهم الأشياء اللي بنعملها إنه بروجي شو ما كان لأنه الليسي صار له 40 عام الليسي ألفونز لامارتين هي السنة الأربعين اللي هي بلبنان ف يتضل انه نحن البرومو تبع الأربعين السنه يعني يضل شيء ذكرى لنا انه البروجي بيناتهم السيتويان بروجي من هالنوع اكيد اشتغلتوه كل السنه بس او كل الوقت يلي اشتغلتوه فيه يعني امتى بلش اصلا امتى بلشت الفكره؟ من شهرين ثلاثة من شهرين ثلاثة بس مثل ما عملتوا يعني اذا كنتوا تكونوا عم تبرموا على كل الصفوف وبعدين تكونوا عم بتجمعوا كل يعني الاعانات يلي ممكن انه تجي وتكونوا عم بتقسموها وتعرفوا لاي جمعيه بدكم تعطوها كمان هذا شغل بده اكيب عمل ايه ما نحن كنا ستة جوستومون بس في إيريس بوداهر وزياد غازي جانا بابا ونادين حلبي فكل واحد اشتغل يعني شو عملتوا عمليا؟ كنا نبقى بالفرصة بالمدرسة يعني ما نطلع نروح على الفيصال كنا حاطين فيها الأغراض كنا نجمعهم كلهم ونصير نفرقهم حتى في نهار بقينا نهار سبت بعد الفحص ل فرقناهم وزبطنا الغراض كنا نعبيلهم اياهم بكراتين ويعني كان كثير اورجانيزي الترافاي تبعنا رح نشوف بعد وقفه صغيره علاقتكم مع الجمعيات يلي كنتوا على تواصل معها كمان كيف تعاملتوا معهم ونشوف كمان شو اهميه هالخطوه بالنسبه لكم اذا كنتوا رح تتابعوها بطريقه او باخرى او ممكن انه تصير ما بعرف خطوة تنعمل سنويا بالمدرسة مش بس على السنة الأربعين لليسي بطرابلس رح ناخذ وقفة ونرجع نتابع ببيناتنا نور عباس واتينا عيسى من الليسي طرابلس موجودين معنا وموضوعنا مواطنية موضوعنا مساعدة للآخرين على العيد لنشوف إذا الليسي رح تكون عم بتتابع هالموضوع أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة نور يعني النتيجة بالنسبة لكم أنه جمعتوا هالإعانات من الشباب والصبايا بالليسي وبعدين كان في هالتواصل مع الجمعيات رح تخبرينا مين هن الجمعيات وكيف كان التواصل معهم اول جمعيه هي سنابل نور تعرفت عليها لانه من عن طريق انه طريق امي وفكرت فيها دغري لانه الفرق
يعني الديفيرونس تبع هذه الجمعيه انه هن بيروحوا بيكتشفوا سور لو تيران مين محتاج وين ساكنين اكزاكتومون يعني وبيعرفوا حاجه كل واحد مثل ما هي فوالا وعندهم ليست دو اللي محتاجين اكثر شيء يعني كثير اورغانيزي وبعدين حكيت مع تينا وهي كمان كان في صليب الاحمر بس العلاقه معهم يعني كيف عرفنا كيف طرحتوا هالموضوع على اداره المدرسه بس كيف طرحتوا الموضوع على هالجمعيتين ويعني شو طلبوا منكم بالتحديد؟ سنابل نور طلبوا منا تياب وحريمات كتب كمان اجانا كتب صليب الاحمر حكيناهم على التليفون وعطونا ليستات الاكل اللي ممكن يكونوا بحاجه جماعه من التلاميذ اللي ما بتنتزع يعني تينا بالنسبه لك كنتوا شايفين انه هالجمعيات ناطره مبادرات من هالنوع من يعني شباب وصبايا بالمدارس او حيالله حدا تاني بس انه جاهزه لانه تكون عم تستفيد من هالمبادرات والاعانات وانه عارفه كيف بدها توزعها وشو بدها تعمل فيها نعم لانه بنشوفهم يعني صليب الاحمر معروفين بضلهم يجمعوا ويساعدوا وسنابل نور بطرابلس كمان كثير بيساعدوا المحتاجين يعني حتى عندهم مدرسه بيعلموا يعني معروفين وكنا بعد ما حكينا معهم عرفنا انه إيلسون براي يعني جاهزين انه يكونوا معنا نور خلصت الخطوه هون يعني وقتها يعني وصلت هالاعانات للجمعيات لكم طمنتوا انه هالاعانات رح توصل للناس يلي عايزينها بس انتم خلصت خطوتكم هون او ممكن ان تكونوا عم تكون تجربه لشيء ثاني هلا الهدف انه البرومو اللي جايين هن كمان يعملوا نفس الشيء يعني تكون مثل تراديسيون بالمدرسه هذا يعني الهدف تبعنا لانه لازم يكون شيء طبيعي ناتشورالمون انتوا رح تتخرجوا السنه ما رح تكونوا بقى بالمدرسه متوقعين انه يعني بقيه البروموشنز يلي عم تحكي مثل ما عم تحكي نور يكونوا كمان متابعين ومين رح يمسك هالشيء؟ نعتقد انه ايه بيكملوا لانه انه كثير كان منيح البروجي وبضل في الاداره يعني بتشجعهم وبتساعدهم اهلا وسهلا فيكم نور وتينا ينعاد عليكم خطوه كثير حلوه اكيد عملتوها وفعلا حلوه لاسم ليسي طرابلس بس كمان حلوه لكل شخص قدر استفاد من هالموضوع وحلوه كمان لصليب الاحمر ولا سنابل نور انه يحسوا فيه كمان شباب وصبايا يعني مستوعبين هن شو عم يعملوا شو عم يشتغلوا لان كمان الجمعيات بحاجه لبوش وبحاجه لدعم معنا ولا يقدروا كمان يتابعوا غير الدعم المادي اللي انتم قدمتوه اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا هلا واقفه ومنرجع نتابع